بس ما ينفع المصفى للأسف. وأنا أحترم وأحب الأخ رئيس الوزراء من أعماقي، كان ضحية. القصة مو هيك، ضحية والغراض ضحية يعني منه؟ يعني ما أعرف شلون، مستشاري ضحية، لا يعني ربما مستشارين، ربما أحد أقنع على أن هاي الغراض اللي رجعت من أربيل معروضة علينا من زمان، وذول الأشخاص اللي على أساس ماتوا ترك وصية بالعربي، طلعوا هو عربي ما يعرف شيء، فطلعت وصيته بالعربي لأهل الكراد. ايه. هاي القصة كلها فيلم هندي بصراحة. هاي ذكر السيد هيبة الحلبوسي، بس ما أنا ايه. ما أدخل بالمسميات، ولكن أعتقد اللي يعني الذي تحدث عن هذه القضية هو السيد هيبة. بس قبل أن يروحوا الجماعة للسيد هيبة جاءوا علي وجاءوا على غيري، ولكن نعرف أن هاي الغراض مو هي قلب المصفاء المطلوب.